طيب اوكي ماشي استاذك ابو عمر. يلا يا شباب وين الشباب؟ عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة سلامة الله ثلاثة ممتاز ما جدا رائع لا تخلي الوقت يعدي ثلاثة اثنين كل واحد يجيب كرسيه يا شباب الكرسي كل واحد يجيب كرسيه يلا يلا يا شباب يلا مسيتم بالخير جميعا شلونك ابو عابد شو اخباركم شلونك اخوي محمد شو اخبارك شيخ ابراهيم مسيتم بالخير جميعا شو اخبارك طيب شلون البرد الدفى الحين ها الحين يجيك ما الدفى اكثر ها ترى ما في كراسي يا اعداد انتاج ما ممتاز انا خبرهم موعدينكم دفايات وين الدفايات ما جت الدفايات يا ابو عمر ابو عمر لا ما يمدي والله نسال هذا يقول له ما جاء ربع واصل حركي نبي إيه يكون ترفيهي ان شاء الله حركي كلها حركيات السلام خليت فراغ كبير انت يلا يا شباب سيت بخير ابجيك وانا بسلم عليكم جميعا اهلا بالفرس الملثم كيف الحال سلفا ان شاء الله يلا حياك الله على سارك الله خير يا رب شكرا خير سلامتوش خلي هذه اللي يمشي بخطر يطلع له يلا حياك سلام طال عمرك تطلع على الهواء ما خلاص ما في مشكله انا عارف شو بيسوي حركه يلا حيهم يلا يا شباب سريع سريع الله يرضى عليكم يلا يلا عاشوا النشام عاشوا 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 النشام والطحطيح عشان ما يزعلوا الطحطيح لا لا قريب يلا كيف حالك ربيع؟ شخباك طيب؟ ساكم بخير؟ عدد المتسابقين كم؟ 14؟ 15 ها؟ 15 15 يا ضار واحد اللي هو فيصل هذول الموجودين 15 العمدة؟ 15 تامرك؟ بارك الله فيك تامرك فكرت مسرحيته مخلص صعود ايش كلمك؟ دائما هكا هذه الدورات تذكر 11 ونص استرح يا شيخ العام 11 ونص او 11 ونص يوم تدخل علينا وكان هاني ميقول الله يذكره بالخير هو المغامر هو الامير وكذا المغامر والسلوك فكان ما ادري كان انت اللي تجيب الاكل او تذكر ولا لا ايه كان تدري وشو جلاد بكره رمضان لا انا مو بالجلاد انت جلاد انت مغامر السلوك منتخب الجامعه ابو هاشم لا ما اتكلم جلاد يمكن مسرحي بالعلوم الاداريه في التعليم الاداري لكن اتكلم على المغامر السلوك فهمت فهمت انت انت اللي مركز البيت اللي القصر اللي طلع طلعت هاني ميقول من القصر عشان كذا قلت باول مسرحيه تطلع الله يسعد سنين فين يا اخوي سنين يا ابو فهد ترى لا والله من عيوبي اني ما اذكر ايش سويت اي هذا انك تجعله خالص لله لله نعم بركه انا بعطيك لا وفي ناس والله شبه حميد لا والله اني ما اتذكر صراحه لا حد يحرجني انا اتفاجئ احيانا يجينا بعض الناس يقول لك يا اخي تصدق ذيك اللي سوت مشهد يقول لي صادق ها جو اجتمعوا الجميع خلاص بسم الله طيب نبدا توكل على الله بسم الله سنبدا من حيث انتهينا اسعد الله مساكم نبدا ابو عبد المحسن طريقك العادية الآن ابدأ بطريقة العادية الآن سريع لا لا سريع والله ما دوا ما ضبط زين والله احب اقلك 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 بسرعة سريع صفقة
أعد أن أبذل كل ما في وسعي في مجال التمثيل عبر الإعلام المحافظ بمهنية وإبداع من أجل تحقيق القيم والمبادئ السامية والأصيلة ما استطعت، باعتبارها رسالة هادفة وحضارية أقدم من خلالها النفع والخير للناس بلا انتقاص أو ابتذال وفق ضوابط شرعية وبما لا يخالف منهج ديننا الإسلامي. أنت عفواً قلت المثل ولا ما قلت المثل؟ أول شيء تلتزم بهذا. احنا طبعاً سوينا يا شباب بحركة معينة، وعبد المحسن جزاه خير حاول أن يتقمص الدور مسرع وبشكل بطيء حتى يصل إلى ما حيث انتهينا منه الأمس. اليوم طبعاً سنبدأ ببدايتنا، كانت أبو عبد المحسن الأخ محمد كان هو اللي فاتكم، فما أدري هل فاتكم أيضاً يا شباب ويا جمهورنا جمهور ماسة وجمهور مجد، هل فاتكم المثل اللي طبقه الأخ أبو عبد المحسن؟ اعتقد انه اي فاتهم يا حبيبي. ها فاتهم؟ فاتهم شيء ما شافوه. طيب وش رايك؟ فاتهم الابداع امس والله. طيب وش رايك؟ تمثلوا ولا؟ لا لا خلاص انتهى. انت يعني انت طيب ترشح احد؟ لانه لا. خلاص اذا فاتهم رشح واحد من اللي يفو. ما مثل. ها؟ اي برشح احد. من؟ من اللي امس ما طلع. من اللي ما طلع وباقي؟ امس باقي؟ راشد. راشد الدوسري ابو فهد، تحيه لابو فهد. على بابك يا الله على بابك. ابو فهد طبعا امس يعني كان المفترض هو من يبدا جزاه الله خير، لكن اثر اخونا علي جزاه الله خير ابو فهد. والان ستكون بدايتنا بالحلقه الثانيه وبالدوره الثانيه ايضا اخونا ابو فهد، فاستمتعنا بالاول مع الاخ علي والان اخونا راشد ابو فهد. تفضل الوعد. باسم الاخوه اللي بيننا. باسم الاخوه؟ ما في. أعد أن أبذل كل ما في وسعي في مجال التمثيل عبر الإعلام المحافظ بمهنية وإبداع من أجل تحقيق القيم والمبادئ السامية والأصيلة ما استطعت، باعتبارها رسالة هادفة وحضارية أقدم من خلالها النفع والخير للناس بلا انتقاص أو ابتذال وفق ضوابط شرعية وبما لا يخالف منهج ديننا الإسلامي. أحسنت، تلتزم بهذا أبو فهد إن شاء الله بإذن الله، وهو مسيرتك الماضية العطرة، فهل تلتزم إن شاء الله؟ والله يا أخي التزمت أول، خلاص الحين هدفك يعني سالك إن شاء الله. نعم نعم نعم، الله يثبتنا ويحسن لنا ولكم الختام إن شاء الله بإذن الله. طيب باقي قبل ما تطلع حطها نبغاك تمثل مثل على اساس يطلع واحد من الشباب اللي ما طلع. طيب عادي مثل نفس طريقه ممثل. نعم الان على الطريقه اللي فاتتهم حيكون ممثل وليس مثل، ممثل وشيء اخر سيبدا فيه نشوف ترتيبه. بدات ممثل ملتزم انت رسم؟ لا انيق. ممثل ملتزم منضبط؟ لا. ها ليس شرطا ان يكون في داخل دائره المسرح او التمثيل او الفن. دولة؟ ها مسالم؟ لا دولة؟ ها رسمي اعلامي؟ لا. ممثل اجتماعي؟ شيخ ممثل ديني؟ ممثل ديني يبدا بحرف دين. يبدا بحرف علامة؟ ها واو واو مفتي واسع. ممثل واو. واثق؟ ها واطعي وشيخ واسع واسع وشيخ واصل واصل فلوس لا هذا الان واصل وش واصل ها واحد واحد ها واحد واحد لا هذا شكله رسمي ولا لا يمثل ايش واحد واحد وافي 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 ما يقصر والله وافي بعد الواو وافي وضحته يبدو لي توضح حرف الزاي زاي وزير وزير وزاري احسن وزاري انت سبق ان انا امس طيب رشح لنا واحد من اللي اختار. شكرا يا خدمة. شكرا ابو فهد يعطيك العافيه. ما تقصر. ها عدول ما طلعت امس حسن؟ ما طلعت. يلا حسن تفضل. اي نعم اقرا التلوث. تفضل حبيبنا اخونا حسن يسعد مساك جزاك الله خير. الان الوعد وانت له ان شاء الله باذن الله. تفضل باذن الله بسم الله بطريقتك الخاصه واستخدم المسرح بكل طريقه. ها تفضل
كيف اضحك؟ الضحك له دور والوقوف امام الجمهور له دور ثاني. احسنت. لازم لا احطه كل واحد بباله. وعد الممثل. اعيد ان ابذل كل ما في وسعي في مجال التمثيل عبر الاعلام. عبر الاعلام المحافظ بمهنيه وابداع من اجل تحقيق القيم والمبادئ الساميه والاصيله ما استطعت. باعتبارها رساله هادفه وحضاريه اقدم من خلالها النفع والخير للناس بلا انتقاص او ابتذال وفق الضوابط الشرعيه وبما لا يخالف منهج ديننا الحنيف. احسنت جميل. وانا على ما اقول شهيد. الله اكبر. يسلم. احسنت جزاك الله خير. الان ممثل وزاري جزاه الله خير اخونا ابو فهد قدم بشكل جيد ورائع. الان سلام ممثل ويبدا بعدها. طبعا انا حتى اوضح لكم والشباب اللي شاركونا ويمكن اخونا ابراهيم شارك الان يشاركنا. طبعا الممثل له ادوار كثير لكن ممثل في اشياء جهات اخرى قد يكون في التمثيل قد يكون خارج التمثيل. فهو الان ممثل واضح لكن ممثل ايش؟ الان يوضح لكم اخونا. تفضل. ملتزم رسمي اسلامي مثل دين. اللي قال اسلامي يقول انه قريب لامه. مثل عالم مطوع ممثل محافظ التزام مثل ديني ملتزم دقيقة. التزامي دقيقة دقيقة. هل احسنت احسنت ها مثل شاعري. لا شرعي شرعي. يا الله يا الله عبد الله شرعي. ما شاء الله الخيال واسع. اشكرك على خيالك رائع رائع جزاك الله خير. ممتاز ممثل شعر. طيب هو ملتزم يحاول انه رائع. طيب من اللي ما خرج او رشحنا واحد او عفوا من اللي يجاوب عبد الله الحبي عفوا رشح ابو عابد تفضل بطريقتك الخاصه. وابو عابد مسيره حافله جزاه الله خير. نسعد بان يكون ان يقدم هذا الوعد بين ايديكم جمهورنا الغالي. تفضل باسلوبك الخاص. طيب صلوا عليه. اللهم صل على لا اله الا الله. جنوب الكح. الصوت شغال شغال. وعد الممثل. اعد ان ابذل كل ما في وسعي في مجال التمثيل عبر الاعلام المحافظ بمهنيه وابداع من اجل تحقيق القيم والمبادئ السامية والأصيلة ما استطعت. باعتبارها رسالة هادفة وحضارية أقدم من خلالها النفع والخير للناس بلا انتقاص أو ابتذال وفق الضوابط الشرعية وبما لا يخالف منهج ديننا الإسلامي. عبد الله الشهري كلكلة. أحسنت رائع جميل. تلتزم بهذا الوعد بإذن الله تعالى. أخوي عبد الله جزاك الله خير. الآن أخونا جزاه الله خير حبيبنا الغالي مثل الممثل الشرعي. الآن طبعا للتذكير هذا الوعد حتى يلتزم فيه الجميع من وأيضا حتى أبدأ الدورة. الآن إلى الآن ما بدأت الدورة. الدورة ستبدأ إن شاء الله بعد أن ننهي جميع الشباب في التزامهم بهذا الوعد. ها ممتاز. طيب يلا نشوف اخونا الكريم. طبعا ممثل ممثل الشيء الثاني. ها نقابه ملتزم ممثل صحفي مريض ممثل صحفي مريض انتخابات ممثل مكتبي ممثل بلدي بلديه انتخابات رسمي مرتب ممثل منتخبات حكومي ممثل ملعب ممثل انتخابي مثل بلدي رئيس مثل انتخابي مثل حاج مثل ناخب. صلوا على النبي دقيقة. مكاتب لا صناديق انتخابات. صناديق اقتراع اقتراع مثل تصويت
حارس امن، مثل حارس امن. لا علاقات. لا لا شو يسمونها كلمه واحده ترى ممثل مسمشن موظف استقبال. لا 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 اللي هو موظف استقبال مثل صحفي. لا اللي واقف على مشرف زي رقابي مثل معتمد. اعطيهم حرف اول. ايوه اعطهم حرف اول. حرف اللام اول حرف. اعلامي. لا لامي. لجنه 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 لجان ممثل لجان فعلا لجنه لجان كل واحد يا صحيح ممثل لجان هو يلتزم. جزاك الله خير. شكرا لك. الله يرحم والديك. احسنت اخوي عبد الله جاد وفاز الاخير. رشح لنا احد او عفوا من اللي قال لي هو قال لجان. قلت لجنه. لا لجان لجان من بقى يا شباب سريع على اساس نبدا بالبعده ترى على اساس ما ناخذ وقت في الموضوع هذا. سريع من بقى من بقي لم يقدم الوعد. محمد استاذ محمد سلامات باقي باقي احد بعد محمد سلامات باقي سم سلامات باقي سلامات سلامات باقي بالماليزي سلامات باقي ياك الله يسعدك وسعد. من بقى غير اخوينا محمد سلامات باقي. خلاص انتهينا. جميل تفضل. الله يجزاك خير على الفكره هذه. الله يسلمك. اتمنى ان شاء الله لجميع الممثلين في الاعلام المحافظ كله. اعد ان ابذل كل ما بوسعي في مجال التمثيل عبر الاعلام المحافظ بمهنية وإبداع من أجل تحقيق القيم والمبادئ السامية والأصيلة ما استطعت، باعتبارها رسالة هادفة وحضارية أقدم من خلالها النفع والخير للناس بلا انتقاص أو ابتذال وفق ضوابط شرعية وبما لا يخالف منهج ديننا الإسلامي. أحسنت جزاك الله خير وجمل حقك ان شاء الله باذن الله. كذلك كلنا. كيف دورك في المسلسل اللي انتم الان تقدمونه الان ولا لا؟ صراحه بعد ابشر باللي عندي. مناسب الان اقصد الان وانت على الهواء، كيف هل انت مقتنع بدورك في المسلسل؟ شوف الحمد لله. كيف قناعه الجمهور وردود الفعل؟ جميل انك تمشي على شخصيتين. جميل. انك الطيب الهادي لاكتساب ثقه الناس وننقلب للوجه الاخر الى ايش؟ شخص يداوي يعني ما قال يبحث في هالدنيا في كل شيء عنده حلال. جميل. بعد الهواء اللي ان شاء الله في جديد ان شاء الله قادم ان شاء باذن الله. ان شاء الله سترى باذن الله الشيء اللي يهدف ويساعد الجميع. الله يسلمك. يعني طبعا بحكم انك اخر واحد جزاك الله خير لا نريد ان نفوت فرصه ايضا نريد ان تمثل الشباب ونرى ما هو الممثل الأخير اللي موجود عندنا؟ طيب أبدأ؟ تفضل. مثل أندية أولمبي. يا سلام اختصرها جزاك الله خير. أحسنت. ممثل نادي كان هذا آخر ممثل موجود عندنا ونشكر. تفضل اخوي محمد جزاكم الله خير. ان شاء الله هذا الوعد ان شاء الله باذن الله ايضا انا التزم به امامكم لانه هذا ملزم لي ولكم واتمنى ان يكون هذا للجميع سواء كان من يشاهدنا او حتى زملائنا ان يلتزموا بهذا النص وساقدمه ان شاء الله وارسله عبر الحساب او عبر حساب القناه ان شاء الله باذن الله. وعد الممثل. أعد أن أبذل كل ما في وسعي في مجال التمثيل عبر الإعلام المحافظ بمهنية وإبداع من أجل تحقيق القيم والمبادئ السامية والأصيلة ما استطعت، باعتبارها رسالة هادفة وحضارية أقدم من خلالها النفع والخير للناس بلا انتقاص أو ابتذال وفق ضوابط شرعية وبما لا يخالف منهج ديننا الإسلامي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب سنبدأ الآن في الدورة التدريبية وأيضا الترفيهية، فيها ترفيه وفيها حركة ولعلكم شفتوا بعض الأشياء الموجودة في طرف المسرح. طبعا الطرف هذا وش يسمى يا شباب؟ الطرف هذا وش يسمى؟ الان هذا نتكلم احنا جغرافيه المسرح، هذه جغرافيه المسرح، هذا الطرف ايش يسمى؟ زاويه. لكن هذا رقم واحد الان لو نقسم جغرافيه المسرح لعده اقسام، مفترض نقسمها لكم قسم؟ تسعة اقسام. هذا الطرف طيب هذا الطرف الامامي او الامام ايش يسمى؟
أسفل أسفل خشبة مسرح، بعكس الأخير يسمى إيش؟ أعلى أعلى خشبة مسرح أعلى طيب الآن مفترض يكون فيه خط هنا وخط هنا وخطين هنا مربع أيوة يقسم مربعات حسن تقسم مربعات إذا صارت تسعة المفترض أن هذا الآن المنطقة هذه يسمى عمق أعلى المسرح طيب إذا انتقلت للنص هنا ها وسط عمق وسط المسرح إذا تقدمت للأمام عمق أمام أسفل المسرح عمق أسفل المسرح وهذه أقوى نقطة في المسرح دخول الخروج كل هذه الأشياء إن شاء الله كيف أداء تمثيل كيف الأمور هذه كلها سوف نتناولها إن شاء الله بإذن الله في الأسبوع القادم الآن سنتناول شيء معين شروط اختيار الممثل شروط اختيار الممثل يجب أن يمر على أو يجتاز ثلاث مستويات الثلاث مستويات هذه الله يعينك شكرا جزاك الله خير زنجبيل زنجبيل جزاكم الله خير زنجبيل أعلى بسم الله الرحمن الرحيم وضعت الآن زنجبيل وين ها زاوية المسرح هذا وش يسمى زاوية المسرح طرف المسرح اي هذا يمين واليسار بالنسبه لكم انتم زاوية يمين ها هذا يمين ولا يسار يمين بالنسبه لكم يمين وبالنسبه للمشاهد يسار طيب هل يحكم ما يراه الجمهور او ما او ما يرى الممثل ما يرى الممثل يرى ايش ان هذا ايش يسار اذا هذا يسار في مين؟ أعلى أسفل عفوا المسرح وفي الأخير الأعلى وبالمثل الزوايا الأخرى هذه يسمى جغرافية المسرح سنتناولها إن شاء الله بشكل كيف دخول كيف الخروج كيف حركة الممثل لكن خلونا الآن الشروط الممثل الاجتياز اختيار الممثل يجب أن يجتاز ثلاث مستويات المستوى الأول المستوى الثاني الثالث مجموعة في ثلاث المشكلة ما في قلم يا شباب نحتاج إلى قلم عطنا قلم حتى سبورة لكن إذا ما موجود عطونا وين القلم هذا قلم أزرق عادي في قلم خط هل في قلم خط يا شباب يسعفونه طيب مو مشكلة إذا أمكن أي واحد سريع يجيب لنا لأنه شرح عليها كثير طيب خلونا هذه الثلاث مستويات إذا اجتازها الممثل يستطيع بعدها أن يكون هناك شيء اسمه طاولة إيش ها سيناريو حتى يكون هناك حديث واختيار لما بعد الثلاث مستويات سنتناولها بشكل عام وبشكل خاص أي ممثل دخل لخشبة مسرح مفترض ما تقول له مالك دور لأنه جاي وراغب سواء كنت تقدم لمسرح معين يعني أقصد في مسرح في مدرسة في كلية في أي مجتمع أي شخص دخل إلى خشبة المسرح يحترم يقدر ويقدم له دور يناسبه قد يكون ما اجتاز الثلاث مستويات فمو معناته تقول له مالك دور قد يكون مساعد مخرج قد يكون مثلا مساعد في الإضاءة في الملابس قد يكون يتابع النص عطوا دور اشعره من جاء في حرم المسرح ينتمى إليه ولا كيف؟ طبعا ما في حرم مسرح هو مسرح خشبة مسرح لكن من أخلاقيات المخرج والعمل أن أي شخص يقدم على العمل المسرحي لا يرد المفترض أنه يعطى فرصة لأنه فعلا هو جاي وهو مقبل أنت تقبل على شيء يناسب لكن ليس شرط أن أقدم له الدور الغير مناسب له لا أقدم له الدور المناسب له ومع الوقت ومع الزمن سيكبر وتراهن عليه لاحظتم هذه حتى يكون هناك أشخاص لا نستصغر أحد ولا نقول هذا شو جابوا المسرح لا أي شخص جاء المسرح في بذرة داخله البذرة هذه لازم ننميها لازم نطورها لازم نسقيها لازم نحتضنها حتى يكون هناك نماء وارتفاع وشموخ وستشعر بنتيجتها وتظهر بإذن الله
في وقت قياسي وقصير. استاذ عبد الله تفضل. احيانا اللي يكون مثلا راغب في المسرح احيانا يكون عنده موهبه يعني ما تكتشف في يوم ولا عرض ولا عرضين فهم؟ نعم. ممكن يعني زي ما قلت انت نحطه مثلا مساعد، نحط مثلا فني يتابع مع الاضاءه مع الستات، ممكن يوم من الايام صح، ممكن يوم من الايام يتعلم حاجه. احسنت. وهي اللي كان يبغاها والتجربه. جزاك الله خير وجم الله حياك. شكرا لك. لا لا ما هي موجوده الان، يبدو انها مع الهواء البارد ولا اللي قال ممثل اقليمي اخذ الاقلام معه الظاهر اللي كان يقول انت سم عندك. تفضل. طرحت نقطة مهمة. تفضل. أنا أتكلم إنه يعني بعض المخرجين يرى أنه لابد أنه ينجز العمل ممتاز، بعضهم يحطه في بند لو جاملت فلان وعلان شغلي بتأخر وأنا مطلوب مني وقت معين أني أنجز مسرحية. السؤال، هل من المفترض أن يدعم المخرجين بدورات في مهارات التعامل مع الممثلين مع الممثلين مع الجمهور؟ نعم. هل هذا هل ترى ان هذا لابد ان يكون موجود عندنا؟ لان تعرف يعني بعضهم يتقبل، بعضهم عنده الشيء هذا، بعضهم ما عنده، بعضهم يملك، فهل هذا الزام ومهم تجدها انها لابد تكون موجوده؟ اي مخرج واي ممثل طبيعه تعامله انه يكون مع الجمهور ومع الاخرين، لكن هناك فن التعامل مع الممثل، فن التعامل مع الجهات سواء كانت سلطة أعلى أو سلطة أدنى، في تعامل. حتى الفني عندما يقدم لك ديكور مفترض يكون في لغة تبادل ما بينكم، محبة تعطيه أنك فقط أنت مكمل له. مفترض أن يكون فعلا مثل هالدورات تطرح الحقيقة أخوي أبو عبد المحسن، وفعلا لابد أن يكون هناك أخلاقيات وانصحت دليل إجرائي لكل عمل مسرحي أو للعمل المسرحي، احترام وبنود له شروط له ضوابط، احترام تقدير، احترام المواعيد، وهذه اهم نقطه ترى بالمناسبه انك تحترم المواعيد، لانه العمل جماعي. لو لاحظتم امس هل الكلمه اللي وصلت لنا اما المخرج او الممثل وان كانت عباراتها كلها مع بعض زي بعض، ممثل ومخرج نفس الحروف العربي نفسها تماما، لكن فرقت المخرج اكثر والممثل تقريبا اقل منها، لكن اكثر من كلمه العربي. وانتم تستخرجونها هل قامت كلها او كان هناك شخص واحد هو البطل فيها؟ كلنا ابطال جماعي، العمل جماعي. خلونا نرجع الان بما انه موجود عندنا الاقلام، استغل الوقت والوقت قصير جدا خصوصا عندنا اشياء تخصكم في الاعمال الخاصه. طيب قلت لكم انه في ثلاث مستويات اذا اجتازها الممثل يعتبر ممثل صالح ان يتقدم لطاوله الاجتماع او طاوله القراءه، قراءه النص. البروفات نعم مجتمعه ثلاث مستويات برمزيه معينه مجتمعه بكلمه بحس. حتى تبحث عن ممثل بحس انه هناك بحس انه الشخص هذا يحتب. طبعا هي اجتمعت في ثلاث من الحس، الاحساس الممثل لازم يكون عنده احساس، الباء والحاء والسين. الباء هو الجانب البصري، لابد ان يكون هناك للمخرج يعرف الممثلين برؤيته ان هذا الشخص بصريا يناسب الشخصية الفلانية والعمل الفلاني، بحيث انه يكون اما ممثل ادوار رئيسية او جانبية. فالباء هو الجانب البصري. تفضل علي. هل هذه المستويات تخص المخرج او لابد انها تتوفر بالممثل؟ احسنت، تتوفر بالممثل، لكن عندما يتعامل مع المخرج يجب ان يكون هناك مع المخرج والممثل ان يكون هناك انت تعرف ان عندك تجتاز انت يا الممثل الحرف الاول اللي هو الجانب البصري. طيب حرف الحاء هي الحسي. لا ها الجانب الحركي. الباء بصري، خلنا نرمز لها عين. ها يا سلام. الحركي حركه نشاط. ها طيب الحركي، الجانب الحركي انه الشخص يستطيع الحركه ان يقدم لك الدور باتقان.
لو على سبيل المثال طلب دور شخصية أن يمثل دور مثلا على سبيل المثال رياضي مثلا لاعب سلة مثلا عبد الحليم ها هل اختار شخص قصير القامة؟ مفترض انه اختار بسم الله عليك يعني او على الاقل لو ما وجد المخرج الا ممثل بمثل من كحكح ها يجاب له شيء مساند يا سلم يا شيء وهذا يمكن ذكرتوها كان هناك شخصيه سويناها طويله اطول شخص في خلينا نقول في العالم كله او اطول حتى طلعناه في سلم درج ومشى تماما بطريقه انسيابيه كانه شخص فعلا وهو اقصر قامه من كحكح طيب طبعا لا يطلق عليك ها طيب الحركي ان يكون عنده حركه يستطيع من خلالها ان يكون يتحرك بشكل مناسب ويعتمد الحركه على ان يكون عند الممثل لياقه جدا عاليه يعني المفترض ان يكون دائما لياقته حاضره معه لانه في ادوار تتطلب فعلا مع البروفات مو فقط طاوله تمرين غير الذهني تمرين حركي للجسم فهذه يحتاج لها الحاء طيب السين سمعي الاذن اذا اجتمعت البصري والحركي والسمعي ورأيت ان هذا طبعا كيف سمعي ان كلامه ها تفضل ناصر بس عندي سؤال لا ابيك تجاوب الان معذره من يعطيني وش معنى سمعي معليش ناصر دائما الرجل يهتم في سمعه يعني مثلا يحب يسمع اكثر ما انه يشوف طيب نعم غير البصري تحب دائما يحب يركز يشوف بنفسه يحب يتاكد بعينه السمعي دائما يحب يركز في السمع ويحب الكلام يحب الكلام اللطيف دائما يؤثر عليه نفسيا اكثر من البصري طيب جواب محمد السمعي انه يتاثر من السمع يقدر يتعاطف مع الجمله كذا الكلام نطقه ها عبد الله ها قال لك كذا انا ما بعرف قصد سمعي ما معنى كلمه سمعي ولا لا الجانب ان يجتاز الجانب السمعي كيف اعرف الجانب السمعي في الممثل كيف الجانب السمعي دكتور أنا دكتور خلينا انت الان اذا عندك اجابه اعطني اياها انا كيف اعرف الممثل في الجانب السمعي يكون في مرونه في صوته يبان هو زعلان يبان هو غير زعلان احسنت طيب محمد ها يفيده في جانب قراءته للنص قراءه النص هي ممكن تاخذ على جانبين جانب سمعي اخونا سيما ايوه تفضل ممكن تاخذ على جانبين جانب السمعي لنفس الممثل انه يكون سريع البديهه وينغم في طبقات الصوت أسهل. او الجانب السمعي للمشاهد انه يقدر يوصل صوته للمشاهد جميل احد عنده اجابه اخرى تفضل انه يكون مركز مع الممثلين اللي معاه دائما ياخذ ويعطي معاهم فالسمع شيء ضروري طيب اذا كان عندنا مثلا على سبيل المثال ليس شرط طبعا انه يكون هناك لكن اتكلم انه المخرج يجب ان يعرف الممثل يستطيع ان يقدم هذا الدور صوتيا لانه هي رساله فعندما يكون يلون كما ذكر زميلكم يلون بالصوت ويعرف انه يختار طبقه او صوت خامه الصوت المناسبه لهذا الدور على حسب النص المختار يوضع الشخص اذا اجتاز الجانبين ايضا في ثلاث اشياء الباء البصري والحركي والسمعي بعدها يكون هناك ما يسمى بجلسه الطاوله وقراءه النص وكما ذكرت لكم الجميع شركاء في نجاح مسرحيه والعمل ليس فردي انما هو عمل جماعي تفضل مثلا لو في مثلا واحد يعني عنده ما شاء الله الجانب البصري ما شاء الله تبارك الله الجانب البصري وش تقصد فيه عشان بس اعطيك يعني افهم منك السؤال ممكن هي كلها في سرعه البديهه مثلا او تعابير الوجه او ما ادري والله لكن مثلا لو عنده تقصد انه نقاط قوه في ايه وفي واحده ها مش ولا بد هذه تعتمد على التقوية والموجود المتاح زين وايضا تمارين كما ذكركم ناصر ظهر عندك سؤال فما ادرى منك تفضل يشغل عدو كلمة بحث ما لها معنى هي صح؟ لا بحث بس انه بحث يعني بحث تضع ايه باللغة العربية ولا لغتنا احنا لهجة بحث نعم بحث يا كذا ولا باللغة بحث لا 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 انا اقصد انها جمعت اول حرف من كل كلمه سحب عشان يصير لها معنى سحب وفيها كمان حسب او حسب احسنت هذا حسب حسب
أو عفواً وش تبغى؟ أنا أقول سحب 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 الممثل سحب الممثل إلى سحب الممثل وأنا أؤيد ناصر لك الحقيقة أكبر تقدير لهالموضوع إذا سحب وش غير السحب تبي طابرك؟ بحس حسب حسب نوع الممثل لا والله حسب حسب المخرج دكتور حسب نوع الممثل حسب نوع الممثل خلاص خلنا ناخذ الخيار الثاني في خيار وش حسب مدخلة حلوة مرة ها؟ حسب يا سلام سحب وسحب وفي عند الممثل حبس الى الابداع يسحب الممثل والحقيقه سحب انا وايد لكن هي ميزتها ان جاءت لانها ابجديا دكتور هل تنسب لي يعني لكن سحب السين سبعي والحاء ايضا صارت في النص سبحان عظيم حركي والباء البصري طيب الحبس دكتور هذه تنسب لي دكتور السحب هي عموما اكثر نحط لك حسس بس دكتور عبد الله تنسب لي خيار ثالث تحسب لك اذا اقتنعت اللجنه لو الفت كتابي دكتور ضع اسمي باذن الله طيب يا شباب الان عرفنا الجانب الان ودي الان ما دام الجو جو بارد شوي وكذا شغله دكتور ابغى اتحرك خلنا نتحرك اي والله بتحرك انا الحركه الحقيقه اول شيء نبي نشوف الناس اللي مهتمين بلياقتهم اللي بحيث انه فعلا اذا طلب من الدور قاسي يتحمل انا اتحمل من؟ واحد اثنين ثلاثة ارفع ثلاثة اربعة خمسة ارفع ذكي يا مغرب هذولا يتحملون احنا نبي اللي ما يتحملون الحين سليم طيب اللي ما يتحملون طيب نبي يا اخونا تفضل ابراهيم يا مغلي امسك من ناصر خليك هنا بالعب ايه معلش طيب ونبي ثلاثة يبا السمك ثلاثة يلا نشاط حركة ثلاثة ثلاثة من الأبطال يلا شوف بريك حاجة يلا ها كان يلا خلاص اجتمعوا طيب أجل تدري وش نوع طعامك تجي الآن اسمعوني يا شاب اسمعوني الفكرة بختم إذا اكتبوا خلاص واحد اثنين ثلاثة تعرفون مد الحبل نمد طويل مرة ولا بس اي مد ولا لا أو من أول واحد طرف والثاني طرف من أول الآخر يا عطني في تذكرون ال ايوه طيب وش اسمها هذه؟ شبره امره شبره امره الحمد لله على على الدوره التدريبيه هذه وعلى البرنامج طب انا ابغى نط اي في واحد في نط انت بتنط؟ طيب امسك واحد انا ما انصحك الان ثلاثة اشخاص تعال هنا يا الا بس تعال لا تعال حمود تعال حبيبنا تعال هنا باقي لا خليك انت بكاك من الثالث في شخص ثالث نبي شخص ثالث ايضا تفضل يا عبد الله تعال تحتاج اشهد ارجعوا شوي بس لاحظوا هذا الاخ الكريم سليم يبي يكون له كلمه معينه او اذا اخطيت ودخلت بدوره يصير هذا كلمته نبي نقول واحد اثنين ثلاثة كالكلاب مجد ماسة واحد اثنين ثلاثة كالكلاب مجد ماسة واحد اثنين ثلاثة كالكلاب مجد ماسة اوكي الان بهالطريقة انتم تسوونه اذا طحت على واحد اثنين ثلاثة ما في مشكلة إذا طحت على واحد من ثلاثة يجي مكانك خلاص نبدأ ها نشيلها سواء واحد ارجع شوي لا لا ترى نفس ذا واحد اثنين ماشي يلا واحد اثنين شوف ابداعاتك يا ابراهيم ثلاثة تفضل واحد اثنين ثلاثة كالكلام مجد ماسة واحد اثنين ثلاثة كمل واحد طيب يلا واحد اثنين ثلاثة ابدأ واحد يلا واحد اثنين ثلاثة لا لا انت شوي شوي يلا نبدأ آخر مرة آخر مرة ترى ها واحد اثنين ثلاثة ابدأ واحد اثنين ثلاثة كالكلام مجد مجد بس بس مجد خلاص ما 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 طيب يلا واحد اثنين ثلاثة ابدأ واحد اثنين ثلاثة كالكلام مجد ماسة واحد اثنين ثلاثة 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 خلاص نبدأ بواحد ثاني غيرك أبو عابد أنت ودك الإثار طيب الإثار تفضل نشوف أبو عابد يلا
أنت الآن تمسك مكانه، تمسك مكانه إيش؟ أنت لا أنت إيش؟ لا أنت كلكلة كلكلة حبيبنا. كتبة واحد اثنين ثلاثة كلكلة مجد ماسة. أنت لازلت مجد. يلا واحد اثنين يلا نبدأ كذا كذا عجبه كذا أخرج أبو عبد أخرج. يلا واحد اثنين طيب يلا طيب اصبر ابعد لي يلا ابعد له يلا واحد اثنين ثلاثة ابدأ واحد اثنين ثلاثة كلكلة مجد مجد يلا مجد مجد لا لا أبو عبد يا بابا ما كملت ولا نبي نبي يبيك لياقة خلاص ابدأ اللي بعد يلا مجد يلا أي واحد يجتاز بسرعة يلا ها نشوف واحد شوف دعاتكم واللياقة إلى الآن خانتكم واحد اثنين ثلاثة ابدأ واحد اثنين ثلاثة كلكلة مجد ماسة 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 تفضل ماسة ما شاء الله يحسن لك أكثر واحد ها نبدأ نشوف الأخير واحد اثنين عكس اليمين وسار ما أدري أنت وش تبي كذا شباب هدوا هدوا مشكلة يلا هادي هادي أهدى من شوي واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة ابدأ تست واحد اثنين ثلاثة كلكلة مجد ماسة واحد اثنين ثلاثة كلكلة مجد ماسة واحد اثنين احسنت خلاص رائع رائع شكرا يا شباب حبينا نحرك كلكلة كل الوناسة والمرح اطياف الوان الفرح والصدر بالجمع انشرح ما راح لم ولا سرح لا زارها هم وترح كلكلة 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 هذا البرنامج برعاية أرز الشعلان من زمان أحباب قصر واحد لكل احتياجات المنزل نعم هو قصر الأواني إحدى شركات إبراهيم محمد السيف الآن ولعملاء شبكة المجد في السعودية جدد اشتراكك لمدة عام فقط ب 555 ريال سعودي أو جدد اشتراكك لمدة عامين فقط ب 888 ريال سعودي يمكنكم الاشتراك عبر جميع موزعي المجد في السعودية أو عن طريق نظام سداد لمزيد من المعلومات نسعد بخدمتك على الرقم 011-225-7777 شبكة المجد القنوات الأمينة للأسرة عملاؤنا الكرام يمكنكم تجديد الاشتراك في بقة قنوات المجد الفضائية عبر الخدمات التالية خدمة الانترنت أو خدمة الهاتف المصرفي أو خدمة الصراف الآلي وذلك في جميع البنوك بالمملكة ولتجديد الاشتراك عبر خدمة الصراف الآلي اتبع هذه التعليمات أرسل رسالة قصيرة SMS تحتوي على رقم بطاقة الاشتراك الخاصة بك إلى الرقم 053-225-7777 ستصلك رسالة قصيرة SMS تحتوي على رقم فاتورة السداد اختر الفترة التي ترغب في سدادها ضمن شاشة الصراف الآلي اختر سداد المدفوعات ثم اختر قنوات المجد او اكتب رقم الشركة 081 ثم اضغط تأكيد ادخل رقم فاتورة السداد للفترة التي اخترتها عند ظهور المبلغ المطلوب اضغط تأكيد للموافقة على السداد من حسابك سيتم تفعيل الاشتراك فورا بعد السداد مباشرة كما ستصلك رسالة قصيرة SMS على جوالك تفيد استلام المبلغ وتفعيل الاشتراك ولمزيد من المعلومات نسعد بتواصلكم على الرقم 011-225-7777 أو على الموقع الإلكتروني www.almajtv.tv شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة سلسلة معارض قصر الأواني إحدى شركات إبراهيم محمد السيف صالات عرض على مساحة أكثر من 5000 متر وأكثر من 50000 صنف قصر الأواني وجهتك الأولى للتسوق نسعد بزيارتكم أو اتصالكم على العناوين التالية منذ 60 عاما ومائدتنا كما هي غنية بالوفاء والحكاية والحب وطبقنا الذي لا يفارق لحظاتنا وكبرنا وكبرت سفرتنا عامرة بالسعادة ويبقى أرز الشعلان عنوان الجودة والطعم
الطعم الأصيل أرز الشعلان من زمان أحباب. لإعلاناتكم على قنوات شبكة المجد يرجى الاتصال على الرقم 0501 22 0011. هذا البرنامج برعاية أرز الشعلان من زمان أحباب. قصر واحد لكل احتياجات المنزل، نعم هو قصر الأواني، إحدى شركات إبراهيم محمد السيف. قد قيل تول في الملا، جيب البخور مع الحلا، فيما سقالت يا هلا، اجلس معاها يا الغلا، معونها خير امتلا. كلكلة كلكلة كلكلة. ما شاء الله تبارك الله، عدنا والعود احمد ان شاء الله باذن الله، وعسى الله يوفقني وياكم. وشلونكم بالمباراة الان عقب التمرين اللي حصل؟ طبعا انا حقيقه اشكر من كتب ال 1 2 3 كلكلة مجد ماسم، من اللي كتبها؟ خطه جميل ما شاء الله. ها سليم الدكتور سليم ما شاء الله. هذا انا على السريع ماني متوضي كمان، هذا وانت متوضي ما شاء الله. طبعا هذه كان انه تمرين لعلكم كما اخذتم الحروف. بس نشوف وليد صالح عشان ما ياخذه، وليد صالح لا ياخذه، هذه نخليها حقوق الاخ ناصر. طيب نكمل اذا رغبتم ان شاء الله باذن الله. ايضا الجوانب اللي تخص الممثل، احنا تكلمنا الجانب اللي يخص المخرج لاختيار الممثلين، لكن الممثل حتى يجتاز كما ذكرت لكم النقاط اللي هي السمعيه والبصريه والحركيه، سيكون هناك بعدها جلسه طاوله حتى يتم بعد اختيار النص طبعا مسبقا ومعرفه ظروف المكان وظروف العمل، يختار الاشخاص او الممثلين المتقنين لهذه الادوار، ويوزع الادوار قبل جلسة الطاولة انه فلان بس بالتلوين الصوتي، لانه الصوت حتى اختبار الصوت يعرف هل فعلا شخص يقدم بشكل مناسب او لا. والتقطيع ايضا مسألة للنص، سيكون هناك تقطيع للنص كيف يقطع بشكل مناسب، متى يتوقف متى يتحرك وهكذا. والحركة ايضا هناك بالمناسبة، وحنا كنا نتكلم عن جغرافية المسرح، الان صار في برنامج حاسوبي يساعد المخرج، برنامج حاسوبي يساعد المخرج ان الممثلين حركه الممثلين مع الديكور، بحيث انه مثلا الممثل رقم الف دخل مثلا من يمين المسرح او من يسار المسرح، كيف دخلته كيرف او بالجانب او بشكل عمودي او بشكل افقي بطريقه معينه، بحيث انه استداره معينه، كيف يرسم الحركه بحيث انه يتوازن الحركه، بحيث انه كل المسرح مع الديكور مع قطع الاثاث مع المجاميع يكون هناك جودة وعالي الإتقان، بحيث أنه يصل إلى مرحلة أنه فعلا المسرحية كانت رائعة، بحيث أنه ما يكون هناك خلل في توازن بين أركان المسرح. وحنا ترى نتكلم الآن على بحكم أننا مسرح بالمسرح، طبعا التلفزيون والمسرح، الممثل المسرحي والتلفزيوني أنا أتوقع أنهم وجهين لعملة واحدة، وأيضا العمل مبدأه المسرح، إذا استطعت أن تتعامل مع الجمهور فأنت تستطيع أن تتعامل مع الكاميرات. ولكن كما ذكر زميلنا وأنا أذكر يعني كنت أستمتع وأشاهد ما كنتم تقدمونه في جلساتكم مع بعض ورج العمل، أن الممثل اللي ذكرها لأخوي محمد في المسرح يجب أن يبالغ، عنده مبالغة بشكل واسع، زائدا خياله واسع، يجب ينبغي أو حقيقة يتعين على الممثل أن يكون فعلا يتقمص الدور بشكل شعوري ولا شعوري. لكن إذا دخل مسرح ينسى فلان اسمه، ينسى وضعه، ويتوجه تماما لتجسيد وتقمص هذا الدور، ويخرج من الجانب الواعي إلى اللاواعي، بحيث أنه يتقمص ويعيش ويعيش هذا الدور. وبعد ما ينتهي من هذا المسرح من خشبة المسرح ينهي هذه الشخصية وهذا النمط الداخلي إرادة وشعورا وحسا وفنا، أن ينتهي من هذا الجانب تماما حتى لا يعيش الدور أيضا خارج المسرح وتبقى مشكلة. يجب فقط أن يضعها على هذا الستيج أو على هذا المسرح الكبير البرتكاب المرتفع العالي اللي أنتم تشاهدون الآن.
ايضا يعني هناك اشياء كثيره سنتحدث عنها مستقبلا، لكن بما اني جبت الحقيقه الحبل الطويل وكان لنا فيها جانب الاخوان كانوا عندنا في الكشافه وعد الكشافه اخونا وين الاخونا عبد العزيز يبدو لي مو موجود الان بيجي. عموما الاخ عبد العزيز علمنا وعد الكشافه وكان له اهتمام. من منكم جوال او كشاف بالمناسبه؟ اثنين ثلاثه ما شاء الله. غير عبد العزيز في احد؟ لأن فيها جانب تطوعي، وكان دائما حفلات السمر للجوالة كانت هي الحقيقة محتضن رئيسي للأعمال المسرحية، فكان الجوال من تشاهد الجوال تقريبا ستشاهد ممثل تقريبا، في مواصفات ميزة القيادة وأنه يمثل أمام الجمهور. طيب عندنا حنا الحقيقة لعبة بسيطة، وإن كانت دخلت بأعمال أخونا وليد أخونا كريم. طبعا هذه يعني 15 كل واحد يبي ياخذ لوحده، توزع ابو كل واحد بياخذ لوحده على اساس بس احرككم، بس كل واحد ياخذ لوحده عاد كل واحد واستخدامه، نبي الان نستخدمه بشكل مناسب. وجهه اذا رغبتم ان بنشوف الشباب الان. انا ابي منكم الحقيقه انت الحسك وذهنك كيف تجعل وشل، طبعا الكشاف يعرفون ما شاء الله بعض الربطات وكذا، لكن كيف يا ممثل تكون متصرف بحيث انك تستطيع. في ناس يعرفون، ابي الان بدون كل واحد يهتم بنفسه وينشغل بنفسه، كيف يستطيع ان يعقد هذا الحبل عقده واحده في النص زين بدون ما يفك يدينه، بمعنى صح اذا في واحد زايد اعطني اياه الان. هذا الطرف وهذا الطرف، إيه لا 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 فكها فكها بالبداية. الآن هذا طرف هذا طرف، كيف تخليها معقودة بدون إلى لا لن نبدأ بدون ما تفك يدينك بدون ما تفك يدينك. يلا نبدأ، يلا نشوف إبداع الشباب. ها في واحد بدأ، ها ها الله بدون فك يديني. ها ما شاء الله تبارك عبد الله تعال. طيب ربطها في يدي. لا لا شوف راشد راشد سواها بطريقه لا فكيت ما طيب عبد الله سواها والشباب ابدعوا نحاول نشوف. ها طيب كذا نعطيك محاوله. طيب فكها يدي هيا تطلع. ها احتاج انك الدين وش ها. طيب فك طلع العقده بالنص. يلا ما شاء الله ابراهيم ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ها ابراهيم طيب والله العظيم بدون ما افك. طيب تعال هنا وسوها لي تعال. اي راح فيها ابراهيم. ها شوف نشوفها. ها دقيقه. ها لا ركز معي ركز معي ركز ابراهيم اطلع فوق على اساس يشوفون الشباب. ركز معي ركز معي. ها ركز معي. ها بدون من غير ما تفكه هذا العقد. ركز معي. ها فكه فكه. لا لا عد عد فك يديني يا جماعه. لا 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 تحط يدك تقرب واحده ثانيه. لا لا ها يلا ها نشوف. طيب قرب قرب. ها للمره الثانيه. ها ها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ها ها والله العظيم هرول ما شاء الله. فكيت 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 دخلت يدي واحده. لا 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 طيب استاذ يا استاذ يا ما شاء الله ما شاء الله. طيب والله ما ادري كيف ربطت. لا لا فكيت يديك ابغاك ما تفك يديك ابدا. طيب الاخ عبد الله يبي يورينا فوق. الله لينك. ها دكتور الاخ عبد الله اقوى منطقه في المسرح لو سمحت. وين اقوى منطقه في المسرح؟ وسط. دقيقه دقيقه يا جماعه الله إيه والله ذكرتها. ها آه لاحظوا عكسية فعلا. طيب والله ذكرتها فعلا فعلا نفسي يا شبراني نفس ذكرت. واضح يعيدها مرة ثانية لكم واضحة. هذه تعتمد على طيب اللي قلبة البدنية والحضور الذهني كيف استطاع. طبعا اكيد انه عارف من قبل لكن نفس الطريقة حقه. ها نفس الطريقة مسويها نفس الطريقة سواها ما يخالف. عدا عدا عبود عبا عدا ابراهيم ميزته انه مبادر. شوف تفضل ابعد كذا. لا 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 شوف ناظر ما شاء الله. ها تعتمد على اللياقه. اللياقه انا يلا نشوف نشوف تفضل سريع. ها نشوف شلون. ها يلا. ها شوف كيف والله قم بس قم. يلا يا شباب واضح. طيب تسويها مود اخر متسابق يشوفها على طبيعه اساس بس يستفيدون الاخواننا ويعرفون. طبعا ابغاك الان
ذهنيا ولياقيا تعرف تتأمع الحبل بطريقة تستطيع من خلالها إنجاز المهمة المطلوبة منك بطريقة فيها نوع من الخيال. ها كيف يعني؟ تخيل انك فعلا انت بتسوي ما انت بقادر تحاول. بالاخير سويتها معاناة، ابيك تسويها تجسيد معاناة. ها ها الان جالس يسويها معاناة. طيب هذا ما ينفع. طيب العقدة هذه لا طبعا. ها وانفكت يا ربي ها سويتها بالطريقه هذه. احسنت. دع دع دع. ها يا سلام عليك. تفضل تفضل. ها الان اجيك اجيك. بس عقب 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 يخلص. عقب يخلص جنبه جنبه جنبه. خلص. ها تفضل. خلي خليه يلا. تعال تعال اسمع. انا حسميت كم حبل عندك انت؟ جيبها جيبها من تحت جيبها من تحت. عبدالله 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 شوف اسمعي ده شوف اسمعي ايوه يا زين. يلا هنشوف. شوف والله مصيبه مصيبه. الله يستر اللي يطيرنا ذا. ابراهيم اسمع. طيب ايوه الله الله خلاص خلاص انتبهوا انتبهوا خلاص وضح لك بالصوره يا شباب. احنا الان اي اربطها الان نهائي. شوف شوف طبعا. طيب تفضل عشان تبان الطريق. اي نعم تفضل. ها عشان تبان الطريق للمشاهدين. تفضل رجيك زي ما سواها اخونا عبد الله الحربي. انا تعلمتها منك صراحه. عبد الله الحربي نعم فعلا. عبد الله اليمين فيها تفضل. دخلها كذا واليسار تجيبها كذا. طيب مسكت هذه. ايوه امسكت هذه تشد. هذه عقده. هذه عقده. احسنت واضح. احسنت سويت النور سويت. يلا يلا يبدو لنا باقي تقريبا الان يعني اللياقه تعدل. خلونا نخلص الان نشوف اخونا وليد باخر شيء. اخر شيء بيسويها ان شاء الله. ها تقدر. الله اكبر. طيب بما انه الحقيقه انت اخر متسابق سويتها اخوي وليد جزاك الله خير. اتمنى اقول هل تعتقد انه فعلا الشباب قادرين على ان يقدموا ادوار او مشاهد وتعدونهم انتم يا قناه ويا شبكه مجد بانهم ان شاء الله باذن الله بيشاركون في اعمال مسرحيه وتمثيليه ومسلسلات ولا لا؟ والله انا مقدم ترى. لا هل تعد؟ لكن هل في عندك طريقه معينه؟ صدقني شوف اقول لك على شغله. الشباب سريع ترى ما معي الا اقل من نص دقيقه. الشباب ما اعطوا هذه المساحه الكبيره جدا في برنامج كلكله. نعم. الا ان القناه عندها نظره بعيده على انها تستفيد باذن الله تعالى من الكوادر هذه في اعمال. اكيد ما في شك يعني. جزاك الله. والدوره هذه ايضا اقيمت لمساعدتهم على الشيء هذا. اعدكم الله يجزاك خير. جزاك الله. اعدكم ننتهي الان من الجانب كله الخاص بالتمثيل والاعداد الافتتاحي. سنبدا ان شاء الله بشكل اقوى وافضل ان شاء الله. نبغى صيحه للمدرب يا عيال. ايش الكلام ده؟ الله يرزقك سعاده ما تشقى بعد. اقول امين واياكم والسامعين والجميع. تسلم لي يابا اي وين الجاشي. تسلم لي يابا اي وين الجاشي. تسلم لي يابا. ايوه على قولك يا حبيبكم مين يا جاشي حبيب الملايين. يا جاشي هو حبيبكم مين يا جاشي حبيب الملايين. نجاشي يا حبيبي يا قلبي. نجاشي يا عيني يا خشمي. نجاشي يا حبيبي. شكرا يا شباب. يا نجاشي يا نجاشي انت حبيب قلبي. يا نجاشي يا نجاشي يا نجاشي انت حبيب قلبي. عطيتنا الدورات يا نجاشي امتعتنا بالافكار يا نجاشي يا نجاشي يا نجاشي يا نجاشي يا قلبي. يا نجاشي ضحك الكثير وهذا القليل
احسنت. باقي كثير يا نجاشي. اعدكم اعدكم انه باقي كثير. والله يوفقني اياكم كل خير ان شاء الله. يلا مع السلامه. مع السلامه يا شباب. اللي يبغى دور مهم في الفيلم القادم يعمل 13 مره بهذا الحبل كذا وينط. يلا ينط كذا بسيطه. يلا تخيل سواها كلهم. دور رئيسي. ها هذا تيجي معانا احنا. تيجي معانا. ها دور. هذا هذا لا وانت واقف. ايش هو ده؟ ما ادري. وليك في اصابات هنا. مفصل رباط من المسابقه هذه. اذا كانت عندك مرونه يمديك. لا مع النزول وليد. مع النزول والارتفاع. لا 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 في ركبتين. يلا يا شباب سويت هذا بطوله. اقدر اسوي العب هناك. يا شباب خذوا اماكنكم عشان الكاميرا معك. كشتات شو الوضع الحين؟ كشتات يا خليها. بسم الله. يا روح انا بقول لك تقول لي افضل فقره. ريم على القاع. يا شباب يلا والله والله مره ما في فقره. في فقره بسوي. ابراهيم عبد الله من توم يجهزون يا ابو يا ابو قلبي. جهزون اصبر جهزون. بس بقول شيء خذ الحبال معي. طيب ريم على القاع. ريم على القاع بين البان والعلم. علمي علمي العلمي. ريم على القاع بين البان والعلم. أحل السفك دمي بالأشهر الحرمي. آمين. خلاص. الفقرة حتبدأ. ريم عندك الموضوع ابراهيم عاد. ريم وين الشباب؟ والله برد والله برد يا وليد. انت وليد وليد ابو ابو مجد ابو مجد والله اني اتحرك من البرد. يلا يا حسن عشان دف رهيب. عبد الرحيم عبد الرحيم وينه؟ فاقدينه الحين الحين.